السلام عليكم. في ناس بتقتبس من سكوت سيمبسون مدير معهد العمارة الأمريكي الـ AIA قوله إن البيم عبارة عن 10% تكنولوجيا و90% علم اجتماع. البيم 10% تكنولوجيا و90% علم اجتماع. التكنولوجيا دي جزء منها كل السوفت وير، يعني كل السوفت وير المفروض كده يبقى 2% مثلا، تمام؟ والريفت ده ما سوش 0.1%، تمام؟ احنا مركزين على جزء وسايبين حاجات كتير جدا، سايبين موضوع علم الاجتماع. لان لو انت فاكر في الكاد كان بيبقى فيه اكسرفات، واكسرفات ساعات بتبقى بسبب مشاكل، تمام؟ وما بقولش ان احنا نستغنى عنها، هي احسن بكتير ان انت تشتغل بيها، بس بيبقى فيه بعض المشاكل. في البيم التكنولوجيا مختلفة، يعني الربط بين العناصر واللينكات، وان انتوا كلكم تشتغلوا على ملف واحد، ويبقى فيه ورك سيت تتحكم في الموضوع دوت، سنكرونايزيشن، كل دي حاجات بتسهل الشغل، وتقدر تعمل تحديد لصلاحيات العامل، تقول له مثلا انت الجزء ده قراية فقط، الجزء ده تقدر تعدل، الجزء ده تقدر تشوف بس، فبتقدر تحط الملاحظات بتاعتك، وتقدر تكتب اللي انت عايزه، تبعت وانت بتعمل سينك، تبعت المعلومة اللي انت عايزها. انا فاكر مرة مشكلة حصلت، كنا في الشركة وكان في واحد في قسم كهرباء وواحد في قسم ميكانيكا، طبعا في كل الأقسام بس هو احنا بنركز على الاثنين. فاللي في قسم الكهرباء حط اللايتنج وما حطهاش على الورك سيت بتاعته. فجه بتاع التكييف في كلاشات بين الاير تيرمينال المخارج الهواء وبين اللايتنج، والأصل إن اللايتنج بيبقى ثابت والاير تيرمينال هو اللي اتحرك، تمام؟ راح هو محرك اللايتنج، جه بيحرك اللايتنج، اتحرك معاه، راح محركه كله، تمام. فتاني يوم حصلت المشكلة، لقى الراجل بتاع الكهرباء حاجة متحركة، فاشتكى للبيم مانجر ساعتها. فالبيم مانجر قال له لا، انت الغلطان، انت الغلطان، لان انت ما حمدتش حاجاتك وما حسيتهاش في الحساب بتاعك، وسبتها وعملت ريلينكش وسبت الناس كلها تتعدد، فهو مش غلطان، تمام. فدي نوع من انواع الصلاحيات، ونوع من انواع ان انت تبقى عارف ايه اللي ليك وايه اللي عليك. ومهم جدا ان احنا ما نبوظش الشغل لبعض، تمام؟ لان الموضوع ده حصل كتير، ولما بعتنا لاوتو ديسك ما عرفناش نشرح لهم المشكله، يعني قعدنا معاهم وقت طويل مش قادرين. يا اخوانا في حد بيدخل يعدل شغل زمايله، يا اخوانا اللي بيدخل يعدل شغل زمايله ده بيتعمد ان هو يأذي؟ اه. طب ده من شركه منافسه يعني؟ لا. طب حد بعته يدركه؟ لا. طب هو متخلف عقليا؟ ما كناش قادرين نفهمهم الموضوع ده. فهو البيم محتاج ان المجتمع مؤمن بتبادل المعلومات بين جميع اطراف الداخليه جوه الشركه والخارجيه، وهدفنا واحد ان احنا نحل كل المشاكل اللي ممكن تواجهنا ونتعاون مع بعض. مش انا شغلت مع حد كان كل همه ان هو يلقي اللوم على مين، يعني قبل ما يشتغل لما تحصل مشكله مين اللي غلطان، وهيبقى مين اللي هيتحمل العقوبه، مش مهم ان هو ما يحصلش خطأ، تمام. فهو مهم جدا ان احنا نبقى مدركين خطورة الشغل، وان اي قرار هيكلف الشركة او يوفر على الشركة، فنبقى نحاول قدر الامكان ان احنا نتعاون لنجاح المشروع، تمام. وخلينا نقول ان البيم لما جه في احصائيات كتيرة بتقول ان هو ليه فوائد كتيرة جدا، ولاحظوا تحسن في تخفيض تكلفة التشغيل، توفير الوقت، وتقدير الميزانية، والاداء بين الاطراف المشروع كلهم، وفي تحسن ملحوظ وفائدة كبيرة جدا. وظهر سؤال، ايه اللي يخليه يقدر مفيد؟ ايه اللي بيميزه؟ ايه اللي بيعمله؟ طب ازاي نقسم فريق العمل؟ ازاي كل الحاجات ديت محتاجة ان انت تبقى فريق العمل متماسك ومترابط، ويبقى فاهم ازاي يتعاون مع بعض، ويبقى في تكامل بينهم، وهم كلهم بيحاولوا يوصلوا لافضل شغل ممكن. واحنا عندنا نظريتين في الموضوع ده. ادم سميث ده عالم رياضيات واقتصاد مشهور جدا، بيقول ان المنافسه والطموح الفردي بيخدم الصالح العام، يعني كل فرد بيحاول يحقق منفعه، وتحقيق الصالح العام بالتنافس بين الافراد الساعيين لتحقيق طموحهم. ونجد ان هذا النمط هو المتبع بشكل واضح في اسلوب مجموعه العمل. في نظريه ثانيه لجون ناش، بيقول لك تحقق الصالح العام عندما يعمل كل فرد لمصلحته الخاصه دون تعارض مع الصالح العام للمجموعه، وده اللي موجود في اسلوب فريق العمل. ف
فمحتاجين ان احنا نتعاون كلنا مع بعض عشان نوصل لافضل اداء ممكن وافضل شغل ممكن، ونخلص المشروع على افضل طريقة ممكنة. فاحنا لازم يكون في طريقة اتخاذ القرارات، ونبدأ نشوف هل اتخاذ القرار دوت كل عمال مع بعض ولا شركة كبيرة. فنقدر نقول مثلا يبقى في اتخاذ قرار على مستوى الإدارة مثلا، يبقى في تواصل وتبادل المعلومات بين أطراف المشروع، ونبدأ نشوف أسلوب غير الإيميلات، يعني أسلوب خاص بالبيئة التعامل بتاعت ريفت، بالبرنامج اللي بتشتغل بيه على ريفت، وطريقة العمل اللي بيننا، هل احنا هنتعامل ولا هنتنافس ولا هنتناقش ولا القرارات هتتم بالتصويت، ويبقى فيه نوع من أنواع التصحيح والمساءلة.